أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إن وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إن قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا بشر عباد